طبعا كده عندي دلوقتي عشان عندنا فيديو يوتيوب مهم، فانا جربت حسين دلوقتي جبته وهدربه على اكتر حاجه هو بيخاف منها، فقلت اموت قلبه الاول عشان فيديو اليوتيوب اللي هينزل يوم الجمعه يكون مظبوط. هوديه لاكتر حاجه بيخاف منها في حياته. دلوقتي هو لابس الايربودز ومش سامعنا، ونعلي له الصوت كمان شويه كده عشان نضمن ان هو مش سامعنا. امان والله المايه اللي جت عليك دي ميه عليها. يا لهوي، ده جري على الحمام، عمل على نفسه ولا ايه؟ يا حسين انت فين؟ والله ما عملت على نفسي. بتعمل ايه؟ والله وقعت في الجحيم بتاعك. انا اسف يا حسين.